جوك على 90.3 وتحفل العشوية. 1, 2, 3, 4. من الاثنين للخميس من الاربع للستة تلقى جوك على 90.3 وحفل العشوية بالموسيقى والثقافة والربح مع نور وليكرونيكور في جوك على 90.3 على الحياة الثانية. حفالي وجونا عالي. معنا مرحبا بالناس اللي معاد الموجة علينا وين ما كنتوا برانشي وقاعدين تسمعوا فينا. هذه جوك على 90.3 تبدا معكم على زهرة الفم، اكيد زهرة الحياة، الحياة الفم اكيد. هكا احنا جونا بمختلف الفقرات باش نكونوا معاكم كيما تعودتوا بينا، ليكيب الكل اللي وين تلقاو المعلومة الافادة ان شاء الله اللي تحصل المزيكا وهكا الناس، خاصة الناس اللي قاعدين تسمعوا فينا في السوق، في الخدمة، في كراهبكم، في اجاكم، نسلموا عليكم برشا برشا برشا. هذه هو جونا. ايضا تحية كبيرة للسبونسور نتاعنا الكل، امنولكم كادواتكم كيما كل يوم ان شاء الله راكم تلقاو لي كادو نتاعنا من هدي لفريق جي اس ام. تحية ليه اللي امنتكم لي تابليت لي فابليت لي تليفونات لي اكسسوار لي كيت لي ايربود اللي تحبوا عليه الكل اكيد تلقاوه عند فريق جي اس ام في بوتيك شارع الجمهورية. يفرحوا بكم برشا برشا اللي يعينوا هكا باش يبدلوا التليفون ونجموا احنا نزربوكم راهو تليفون سمارت فون. خليوا الكادو علينا ولا تنجموا بيان سور تمشيو تزوروا بوتيك لفريقي جي اس ام. هكا ان شاء الله كيما عودناكم الاثنين حتى للخميس نجيكم اكيب كامله تكنيك على الحصه باش تكون منستكم وعلى راسهم قائده السفينه دائما معانا امنه بوخيت اللي حفلتها بالاجواء والقياده نتاعها الهيله. سينو سهيل جدا رحبوا به ليعمل الحقيقه في ايفور عظيم وعظيم جدا في الفي ميكس والديجيتال. سينو زاد تحيه كل الزملاء زمينا امين اللي يحضر لكم الجو الكل زاد على الباج اوفيسيال نتاعنا وتحيه الزملاء. سينو معكم نور البيجي من قدام الميكرو وكيما العاده ايكيب كامله تجي و داخلين للستارت. سيدي مرحبا بكم ومرحبا بالكيب الكل اللي دائما منوره الحقيقه معنا كل يوم واللي معنا اسبوعين. اني جاي ضيف سبيسيال ساعه. مرحبا حمزه بالشيخ. مرحبا بالكيب المزيانه اللي حاضره اليوم باش تامن لكم برشا فقرات متنوعه وحلوه. كيفكم انتم؟ وين يا باهين؟ جو برشا موزيكا كما قالت نور قبيله، حاسين كدوات الدنيا كذا والجو والحكايات وضيف جديد. نخليك اللي كنت نور. هو معنا ماهوش ضيف، هو ولد الدار لا محاله. اما قبل ما نجيوه الضيف اللي في قطره العسل هذاك، بالنسبه لحكايتك لليوم متشوقين لها برشا برشا كالعاده. احنا اليوم غيالمون حمزه حب يظل الجمعه هذه يحكي لكم شويه على كل ما هو تابع تونسنا العزيزه وكل ما هو في الحضاره التونسيه. خليكم برونشي على خاطر حكايه مزيانه برشا برشا تستنى فيكم في هيت اش عندك. شنو نحب هذايا ترحيب سبيسيال وخاص وكبير برشا برشا لدكتورنا العزيز اللي ديما منورنا
وغاب علينا هكا في رمضان ما ميسالش سيدي رجع عنا بعد رمضان اللي ما نجموش نستغنوا عليه. عفو سيدي طارق السلمي مرحبا بك. مرحبا بك مرحبا لكيف الكل تحية المستمعين الكرام يعيشك فهمتني. Good afternoon. It's really nice having you here doctor. Yeah exactly. بما يفهمون نعم مرحبا بكم ناس كل بون رمضان معناتها ما ظروف ما خليتنيش نوصل معكم كل شيء عدنا والعود احمد والحمد لله كما يقول زمان الدكتور الازهر البريكي دونك عدنا والعود احمد فهمتني وربي يبارك فيكم الناس كل امين يا ربي الحقيقه والله فرحانين بيك سي طارق لما محلاها بيك بوجودك يا سيدي واكيد بالمواضيع الحاميه هكا اللي تجيبها معاك في جوك على 90.3 الوغ الغوكروتي الجديد اللي اضاف الجدي هكا البروفيل الجدي اللي عنا في البلاتو بتاعنا عزيز ضيف يا مرحبا اهلا بك مرحبا ونتمنى نعدي ساعتين حلوين مع سيدي المصطفى مرحبا بك يا عزيز صافا لا جورني جاوك به الحمد لله لي عزيز والله الحقيقه قاعد يلقى هكا يشق في طريق مزيان برشا برشا من خلال المواضيع اللي قاعد يطرحهم بعد كذا عندنا موضوع حلو برشا هكا اليوم نور حاطين له صلاح هكا بجنبه شويه اي فوالا نحسوا صراحه كي انرجي صعيديه الانرجي البوزيتيف فايب وقت يقعد هكا بحذا حد كيما انت هي هذاك عليه قلت لك ادله طاقه ايجابيه برئي يا حبيبي يعطيك الصحه مرحبا 55 55 في مطر نزل المطر لحظه سكون كانها ساعه قدر فتحت شباكي ملهوف عليك وانت لا حس ولا خبر ريحتك معايا بعيش وياها وافتكر خلاني شوقك أقضي ليلي وحدة وسهر يطل غيابك كل مرة وترجع تعتذر وأقول لنفسي أول ما شوفه رح أسيبه وامشي ألمع خيالك أنسى كل اللي كان في نفسي أصلك حبيبي قلبي وروحي وهمسي يلي روحك سكن روحي يلي بنسى معك جروحي ثانية واحدة في بعد عنك بتعدي سنين مشتاق لقربك محتاج لحضنك ذوبني الحنين مسكين يا قلبي مجنون بحبه وبعده عنك هو اللي تعبك دي نظرة واحدة وكلمة منه بيها يا قلبي ترجع لفرحك واقف لما تجيني واتدفى بحضنك واقول يا حبيبي مقدرش على بعدك الله. وسلام على طول السلام من الناس المية مية والتمام اعزائنا مستمعين جوك على 90 سقف يا عزيز عزيز مساء الفل عليكم جميعا عندي كانت دخله كده علشان لحظه انا خلنا المفاهيم ترجع لبلايصها الساعه خلنا نشوفه يعني انت حسب ما زعلان مع حد المطر فكرتك بيه شوف هي دي حاجه انا اغنيه انا كنت كتبتها بس اضفت عليها تمام وبنسبه المطر بقى لقيت يعني الدخله دي دخله مش ليا انا يعني لاي حد عاوز يصالح حد او حد وحش او بعيد عنه وخلي الطبق مستور يا نور احسن خلي الطبق مستور تعرف هنا نور تعرف شو اقول هنا اقول له قايمه يا قايمه ان شاء الله تروح عايمه صلي يلا بطريقه اخرى مش رومانسيه مرحبا صلاح ومرحبا بالاكيب الكل هكا اتلمينا الناس كل ان شاء الله قدموا الاضافه والاجواء الحلوه الوغ كيما العاده الاكيب الكل تعمل دورتها نحبوا هكا نكونوا بارتي نحبكم انتوما تكونوا بارتي من الاكيب نتاعنا وتختاروا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها بالنسبه لليوم اعطينا يا منى العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي غاروا والقلب اللي ما يحبني أنا هدية نهديها لسي طارق العين اللي ما تشوفكش يا خسارة كل اللي راتوا شفت أنت قداش خليت بلاستك عنا سي طارق ربي فضلك يا نور ربي فضلك أنا الحقيقة كان جيت في بلاست لوتشي بوشنيق معناها نقول العين اللي ما راتكش يرتاح جميلة منك سي طارق. أنا شكون اختار هال هي ما تشوفش تطلع بالحق هو مش
احترام على فكرة. ليه كان هكا سيبهم علينا نخرج الناس الكل مو فاهمين. شكون اختار اليكسترين؟ اخونا صديقنا نوفل. نوفل ليه والله ما نستغربش الحقيقة. يعني عنده ذوق غفيني نوفل في الموسيقى. يلا سينون اللي بعده. الله ويا ذكرى اللي في مخي معناها اللي ديما تختار في الاغاني من نوع هذا ولا حد اخر. هذه مش انسه. هذه انت حمد. انت انسه درجه فرد كاتيجوريه. الاغنيه هذه بالحق اميمه طالب ابدعت 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 ابدعت. انا كل ما نتعب في حياتي هكا ونحس روحي نحس روحي هكا مشيت هكا نسمع الاغنيه ذي نرتاح بالحق. انا رايح على والله سيدي من التعب. احنا نهدي وينك سي حمزه من غير لا تعب لا شقايش والله. شنو كنت تحبوا تسمعوها الاغنيه ذي ما بين بوزيتيف فايب تجمد وتشوفوا عليها اكيد وتسمعوها اخر الحصه اخر اكستريم فوالا خلي فما هكا انرجي. شكرا نفس الشيء شكر والا امين. زين مش نلقاو لي زيكستري هذوما عندنا في الباج اوفيسيال نتاعنا. تنجموا تفوتيو على الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها. احنا بعد شويه باش نتلاقاو معاكم في التور دو تابل نحكي كل ما هو مواضيع حينيه ايضا واجتماعيه. زين مش نعملوا هكا ترهويجه مع زيد غرسه. مرحبا بالناس الكل اللي عدت المجاورين. جوك على 93.3 40 دقيقة بعد الأربعة. مرحبا بالناس كل معضلة موجودها علينا. هذه جوك عام 93.3 مكملة معاكم والوقاية هذه كما العادة وقاية التور دو تابل. تسويت التور دو تابل وقاية التور دو تابل. شحكيو على الأسعار أو أسعار العالمية للحبوب في السوق العالمية اللي سجلت ارتفاعات متباينة في الأشهر الماضية. وين كشف المرصد الوطني للفلاحة لمعدل سعر القمح اللين الأوروبي بالسوق العالمية بلغ 1288 دينار في الطن في أفريل 2022 باش يبقى عند مستوى السعر العالمي في مارس 2022 مقابل زيادة بنحو 70% أعلى مما كان عليه في أفريل 2021. لهنا تورد تونس القمح اللين بكميات هامة لاستخدامه في توفير مادة الفرينة المستخدمة في تصنيع عدة مواد من بينها الخبز بيان سور. ولهنا نعرفوا اللي المشكلة هذه واردة ما بين القمح اللين والصلب والشعير والعلفة والذرة اللي كلفت البلاد إلى موفى مارس 2022 أكثر من 1,000,000,000 دينار. زاد معدل سعر الشعير الأوروبي ليبلغ 1,269 دينار في الطن ليرتفع بذلك بنسبة 3% عن معدل أسعار مارس 2022 بنسبة 79% عن أسعار أفريل 2021. هنا زاد معدل سعر السوجة في السوق العالمية 1,933 دينار في الطن مسجل تراجع قدره 5% على سعره في مارس 2022 وارتفاع ب 32% على مستوى سعره في مارس 2022. لهنا أيضا نحكيه على سعر الذرة الأمريكية 1,082 دينار في الطن في أفريل 2022 محقق زيادة بنسبة 1.5% أكثر من اللي كان عليه خلال مارس 2022 وزيادة 43% على سعرها في مارس. لهنا أكد المرصد اللي معدل سعر القمح الصلب في السوق العالمية خلال شهر أفريل 2022 بلغ 1,777 دينار في الطن مسجل تراجع بنحو 3% من اللي كان عليه خلال مارس 2022 وأعلى ب 90% على أسعار أفريل 2021. ولهنا ورد تونس خلال مارس 2022 كميات من القمح اللين بنحو 343.7 مليون دينار في حين خصت مبلغ 332 مليون دينار لتوريد القمح الصلب و162 مليون دينار لتوريد الشعير و171 مليون دينار لتوريد الذرة. الوغ زيادة الأسعار هذه اللي لاحظناها في الأيامات الفارتة ديجا وخاصة الفقدان المواد الأساسية كما الفرينة وغيرها وشدناها هذه قبل شهر رمضان وفي رمضان ومزلنا لمحالة نشهد فيه
حسب رايكم على شنو ينجم يرجع بخلاف يعني الأسباب العادية اللي نعرفها، ولكن هل يعني الارتفاع هذه المتباين وفقدان المواد الأساسية يعني في السوق على شنو تنجم ترجع؟ والله نور، أنا من رأيي من أهم الأسباب اللي ترجع وراء الارتفاع الكبير هذا متاع أسعار الحبوب هي الحرب الأوكرانية الروسية. آه. خاطر مرفيت نقرأ في مقال في جريدة الشروق أنه تونس تستورد ما يقارب 80% من الحبوب بين روسيا وأوكرانيا. أي صح. وهنا باش يوريك العولمة كيفاش أثرت علينا، كونه هي معناتها حرب العالم مجرد قضية صغيرة، مهما كانت بعيدة علينا معناتها روسيا وأوكرانيا، رغم البعد هذا كل معناتها أثرت علينا. صح. أما مسونس بوزيتيف، مرفيت نسمع في مسؤول من وزارة الفلاحة انه الدولة عاملة استراتيجي بشكل الاراضي الدولة ديكا. آه. الاراضي تسميها اراضي البور. صح. وغيره باش يحاولوا يستغلوها لزراعة الحبوب. ان شاء الله ما نحكيوا اكيد على دي بروجي اللي مازالت من با حتى في الاتيود نتصور هذا كان هي مجرد حبر على ورق. فكرة يعطيك الصحة يعني. اتمنى انه نحن نتلامس الواقع الحق. ان شاء الله. علاش ليه؟ علاش ليه؟ خاطر عندنا كل المقاومات انه يعني نوفروا المادة نتاعنا وحدنا ومن غير ما نلتجئوا معناها باش يعني نوردوا الكميات الهيلة. ما عادش اسكو عندنا سي طارق نجموا تتصور انت اسختامومون هكا تونس تتوقف على توريد هل القمح والشعير يعني اوني كابابل دو الفير ريالمون؟ والله انا نسمع فيك في الطرح نتاعك من الاول وفما كلمه شدت انتباهي معناها الشعير الاوروبي. معناتها توا احنا نتكلموا على الشعير الاوروبي. فهمتني؟ دونك شوف صديقي، انت ماكش تملس من طينك، تعرف اش معناها تملس من طينك؟ انت ماكش تملس من طينك، دونك انتظر ما هو أسوأ من هذا. اش معناتها؟ معناتها الاراضي البور اللي يتكلم عليها صديقي. دونك احنا نرجعوا شويه للانتخابات الرئاسيه وقت اللي يجيبوا فيهم في التلفزه ويسالوا فيهم على الخطه نتاعك للامن القومي. صح. انا نذكر الدكتور منصف المرزوقي معناها يقول انه عندنا مشكله نتاع مياه، ويقول انه منسوب البحر باش يصير مد وجزر غير متوقع، والبحر باش يقدم معناها برشا وهذايا باش ياثر على درشنو. ولكن اخي الامن القومي شنو هو؟ ما هو هذايا، ما هو الامن الغذائي، ما هو الامن في الماء، ما هو الامن في الطاقه وكذا. دونك شكون اللي سمعتوه معناها من اللي ترشحوا للرئاسه الكل، شكون سمعتوه معناها احكي على كيف ما نقولوا معناتها الامن القومي معناتها في علاقه بتامين الغذاء واحد كل شيء. دونك لهنا شكون فيهم انا نتفاعل مع عزيز هكا عزيز انا نتفاعل مع عزيز. دونك شكون فيهم حكى على استغلال الاراضي البور؟ الاراضي البور اون فيت انا معناتها سامحوني نرفضها كلمه بور، لاني اراضي تونس خصبه. انت كي تمشي للشمال الغربي، وانا ديما نمشي الباجة ونمشي للشمال الغربي، كي تمشي للشمال الغربي راهو التراب نتاعهم احمر من كثر ما هو غني بالمواد معناتها العضويه والاملاح المعدنيه الى اخره. الاراضي هذيك اون ميم طون انت عندك عاطلين على العمل، اصحاب شهائد العليا، شنو استراتيجية نتاعك باش انت توزع الاراضي هذه على الناس؟ دونك انا الحقيقه تونس تورد في الحبوب الحقيقه مانيش فاهمها برشا ومانيش مقتنع بها برشا، لانه معناتها تونس قادره اني معناتها توفر الاكتفاء الذاتي نتاعها من برشا مش كان في الحبوب. دونك لهنا اسكو عندك انت التخطيط الاستراتيجي الون تيرم اكور تيرم معناتها عندك ولا ما عندكش؟ اذا كان ما عندكش وانت ماكش مطالب باش تكون الشمس تزرق على كل شيء، تعرف كل شيء، فما ديزكسبير صديقي، فما ديزكسبير هم اللي تلاقوا بالحكايه هذه. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى اخويا راهو الفلاحين، انا هاو الفلاحين نسال فيهم، راهو انا الفلاحين يقعد معي في قهوه ونسال فيه ونقول له انت عندك ارضك شبيك ما زرعتهاش؟ مش المشكله في البذور، راهو البذور تنجم تتوفر سومها، المشكلة راهو في حاجة أخرى مخفية، المشكلة في المبيدات الحشرية وفي الأدوية وفي غالية، الماء غالي، ما عادش يخلصوا الفلاح. صحيح. ما عادش يخلصوا، دونك الفلاح اللي مش يتعب عليها وفي الآخر معناتها يطلع خاسر في الموضوع يزرع فيها الويه.
فهمتني؟ خاسر معناتها الفلاح خاسر. هانم تم توا هما معناتها في الـ في الـ معناتها في الازمه الاخيره نتاع اوكرانيا وروسيا وكل شيء، هكا طلعوا معناها السعر نتاع القنطار حتى ل 150 دينار اتسترا اتسترا، في محاوله منهم معناتها لتشجيع الفلاح. الفلاح يلزمك تشجعه ديما على خاطر راي السياحه مرتبطه بكوفيد ودرا شنو تقف، لكن احنا رانا بلاد فلاحيه بالاساس صح. دونك الفو دوني معناتها يلزمك تعطي قيمه للحكايه دي. اخر حاجه نختم بها معناها دونك بورقيبه الله يرحمه كل عام معناتها زاد دوره في الخبز ولا زاد 10 فرانك في الخبز، صارت ثوره الخبز وثوره الجياع وثوره كذا، معناتها البس توا ليسونس كل يوم يزيد، الحبوب كل يوم تزيد، المقرونه كل يوم تزيد، درا شنو هذيا معناتها لازمك تحلوا المشكله. نحكيوا على استراتيجيه دوله كامله وسياسه دوله كامله، اسبيرون اللي ما نقصنا حتى شيء، ساعة دولتنا احنا ندوروها ساعة في يعني في وقت قياسي من شمالها الجنوب، يعني ما نشغل مو عن اكل الطاقة السكانية الكبيرة والا الطاقة اللي فوق القيمة اللي تستحق انه ما نكفيوش ارواحنا. انت شفتوا الفيديو، سمحني نور انت شفتوا فيديو يدور، انا فيديو يدور في الفيسبوك توا، فما ناس في الجنوب معناتها يحطوا في الدبابز نتاع ليسونس في النخل باش الله اللي يقدر ربي يحميهم، باش اذا كان واحد يشعل نخله، وبما انه النخل الكل فيه دبابز ايسونس، دونك واحد يشعل نخله واحده دونك مش يقضي على الضيعه كامله. الفلاح يا اختي العزيزه، الفلاح في الشمال الغربي، الشمال الغربي راهو الاراضي نتاعهم سايبه مش هو مش بالسياج. دونك انت كي باش تشعل حاجه فلاح يخاف راه باش يحط دم قلبه، راه باش يحط 100 و 150 مليون صح. تجي انت بسيجارو معناتها انت تضيع له ال 150 مليون، زاد ما قالش بها ربي كيف كيف على دونك لهنا زاد داخل في استراتيجيه حتى لاسيرونس نتاعك المحاصيل هذيك ديون بار ودوتر بار، يا اخي الردع اللي يتشد يخلص يخلص نتاع الناس الكل اللي يشد يخلص. صحيح صحيح، اكيد نحكيو على زاده اصلاحات كبيره زاده في القطاع الفلاحي، ودائما نحكيو خاطر الجمله هذه تمشي على كل الميادين اللي هي اصلاح العقليه، وواحد يخدم على عقليته وعقليه سياسه كامله محاله ومنهجيه كامله نتاع سياسه دوله، الى انه ان شاء الله تتحل قدامنا البيبان والسبل، وما نستحقوش خويا حتى حد، عندنا الطاقات البشريه والطاقات الكافيه اللي تخلينا انه نكفيو ارواحنا بالمواد الاساسيه ونكونوا على شلي بلاد مصنع، علاش ليه علاش ليه احنا عندنا احنا وصلنا نصدروا يعني في هجره الادمغه وتخرج الشباب يعني للبلدان المتقدمه، علاش ليه خويا احنا نجموا نكونوا بلدان مصنعه، بلاد تعمل الاكتفاء الذاتي نتاعها في الموادها الاساسيه وغيرها من الحاجات، ولكن ما يصيرش كي نحلموا ونكونوا ايجابيين، خاطر غير الما راهو ماهيش حلمه، كلمه حلمه كبيره شويه على خاطر غير الما وقت اللي نحكيوا على اصلاحات كبيره راهي الحلمه هذه تنجم تتحقق على ارض الواقع. مشكورين الناس الكل، هذه كانت موضوعنا في التور دو تابلا. جوك على 93.3 الخمسة بالضبط على الحياة فهم، احنا مازلنا مكملين معكم في جوك عام 93.3 حتى للستة متاع العشية. تفيت مخ الهدرة مخ الهدرة مخ الهدرة. عزيزة بي بيعطينا شفم في مخ الهدرة غو مش بونجور في الافترنون احنا تاو. والله اليوم نور باش نحكي على وزير التشغيل والتكوين المهني. ايوا اللي البارح مسكنا 9 مايو كان استقبل كل من السيد دونان واللي هما من المنظمه الدوليه للنجاح والتنميه. النجاح والتنميه والهدف من هذا كان انعقد معناها اجتماع البارح. اي انعقد اجتماع بين كل معناتها من الوزير ومن المنظمه هذه، والهدف منها هو تطوير من الشراكه والتعاون بين كل من الوزاره والمنظمات الدوليه. سي تري بيان. كان في الاجتماع هذا طرقوا الموضوع انهم باش يقوموا كما نقولوا بتاطير الشباب المقاطعة عن الدراسة، كونهم يعاودوا يأطروهم سواء اجتماعيا أو اقتصاديا، ويعني كما نقولوا الشباب اللي يبحث عن عمل
هما باش يحاولوا كما نقولوا يوفوهم ويلوجوا لهم على خدمه. تري بيان. هذه حاجه حلوه يا صحه. باش يزيد يحاولوا يوفوهم اجتماعيا وغيره. وكان في اخر الاجتماع قروا انهم معناتها كما نقولوا المبادره هذه عملوا كما نقولوا هما برنامج عمل باش يبداو يتبقوا في المبادره هذه الشهر الجاي ابارتير معناها ريالمون من جوان. اي باش يبداو في كل من توزر وجندوب وتحديدا مدينه تبرق. توزر وجندوبه وتحديدا باش يبداو مع وتبرق. والحقيقه الحاجتين هي مسيره حبر على ورق مجرد كلام. نحن نتمنى معك يتبقوها وتلبسوا الواقع في أقرب وقت إن شاء الله. ولا محالة النوعية هذه من التعاونيات يعني ما بين وزارة التشغيل و خاصة المجتمع المدني أو يعني الدول الأوروبية والجمعيات ماهوش جديد، وكان صار في العديد من يعني المرات التعاون واستفادوا منه شريحة معينة من الشباب. علاوة بالنسبة للبروجي هذية كما كنت تقول عزيز هو يهم الشريحة المنقطعين على الدراسة والشباب. قبل برشا وزارات كانوا يتعاملوا مع منظمات وسفارات أخرى وأبرزهم معناتها الحقيقة سفيرة كندا اللي قامت معناتها بتأثير العديد من الشباب وعملت العديد من المبادرات. واضح. يعني كما قلنا هذه البروجي هذه بحد ذاته يهم أكيد كما قلنا شريحة معينة من الشباب المنقطعين على الدراسة واللي قاعدين يلوجوا على في سوق الشغل على الشغل اون جينيرال. ألوغ فرصة باهية. احنا نحاولوا نمتوكم بالأخبار هذه نتاع كل ما هو أخبار الشغل والمنظمات الدولية، فما برشا من الناس تهمها الأخبار هذه وتنجم تنتفع بالبروغرام هذا اللي دائما الحقيقة وراه وشوف راه واللي يسأل ما يتوهش واللي يلوج يلقى. يا جماعة ما ننساش احنا باش نسهلوا عليكم المأمورية. بيان سور ليس ان ميتو سي طارق. اما احنا نسالوك سي طارق مش كنت تسال. لا هذا توعدتي انت قلت لي اسال ميتو. انا عندي الحق نسال. اكيد عندك الحق. بلجيكا شنو مستفيده من هذا؟ والله هذيك الاسئله اللي تطرح احنا هي راي. هذه مش بلجيكا كدوله، جست المنظمه بلجيكيه كما نقولوا عباره عمل خيري جمعيات. بنمشي معك. المنظمه هذه شنو هو مستفيد؟ اقرا الخير سي طارق. انا سؤالي ليس اعتباطي. انا سؤالي المنظمه هذه الاوروبيين يعرفوا انه ما عندهمش ماندوفر كاليفي. ما عندهمش يد عامله مؤهله. وين باش يلقاوها اليد العامله المؤهله؟ مش يلقاوها في الدول هذه. دونك يجيك ويأهلك وزعمة وغطاء متاع منظمة ودرشنو الهدف متاعه هو السوق متاعه ناقص يدعم لي يهز. دونك أنا لهنا علاش سؤالي جاء لهنا. أنت كبلاد في عوض أنا نأهل ونهز ويخت في بلجيكا سيب له أنت فرص التشغيل لهنا. سيب بدل المارشي مونيتير متاعك، البنوك متاعك بدلها، طريقة الخدمة متاعها بدلها، خليه يخدم هنا يقعد حدا ميمته على زعما يفرح به البرنامج اللي درشنوا ويمشي لبلجيكا وبلجيكا تستفيد منه. والله يا سيدي تحكي راك في حاجه. والله البرفكسيون عرفتك المثاليه. شنو ناقصنا على البرفكسيون؟ اش خاصنا احنا من بكري؟ اش ناقصنا في القطاعات الكل؟ اش ناقصنا على المثاليه؟ هو ديجا راهو حسب علمي تفضل المنظمه هذه مش الغايه منها كوني تهز الشباب البلجيكا. ديجا هو شباب هو يا شباب. انا فهمت راه سي طارق شنو يقصد. يعني يقول لك هي جايه وباش تاثرك وش عمل لك بروغرام من النوع هذا اللي فيه بودجي راهو كبير. نعرفوا اللي النوعيه من البرامج هذه فيها بودجي كبيره تضخ. يعني فما مليارات تضخ. يعني هو يسال هنا قال لك شنو هي انت جايه تدخلك في مليارات هي باش مستفيد. ولكن الدوليه ما عندها حتى مصلحه وخير دليل على ذلك ما اليونيسيف مثلا اللي استفتحهم في الفقراء او الناس اللي دول فيها مجاعات. اسمع الفيفا وما ادراك ما الفيفا. الفيفا اكتشفوا فيها الرشوه واكتشفوا فيها الدرشنو. اليونيسيف ظاهرين احنا ماناش في وسطها ظاهرين التعاون وعندها دي بروجرام خيريه ودرشنو. ما احنا ما عشناش معاهم باش نعرفوا شنو الهدف. برشا منظمات الهدف نتاع الغطاء لامبريلا
من هكا نعاون في الشعوب اللي درشنوا درشنوا برا ادخل عيش معاهم خلفيات اخرى. دونك انا قصدي انا مانيش راهو على فكره عزيز انا مانيش معناتها نشكك معناتها ربما الكلام نتاعك اما انا نحب نقول سمح لي لحظه حاسك تحكي على شعوب نحن لهنا نحكيوا على منظمات كشعوب انا نحب نقول انا نحب نقول اللي تعمل فيه المنظمات هذوما ايه؟ علاش ما تعملوش البلاد ولا منظمات تونسيه باش هالشباب هذا يقعد في تونس. هو لا محل سؤال يطرح وكما نقولوا احنا شعب بوغ لو مومون ما عندناش يعني الكفاءة او القوة الكافية اللي تخلينا نقولوا ليه للشعوب المتقدمة مالوغوزمون والله نقول فيها بحزن كبير مازلنا الشعب اللي يطلب في ديه وشعب المطلبية والفكر المطلبي ولكن بوغ لو مومون على الاقل ما دام فما بصيص من الامل اللي نجم يمنع الشباب نتاعنا بوغكوا با احنا ان شاء الله كنمدوكم بكل التفاصيل بما يخص المواضيع الاجتماعية اللي تفيد شبابنا. يعطيك الصحة عزيز على هالغكاب هذا في مخ الهدرة. مخ الهدرة مخ الهدرة نعرف والله يا جماعة هو ساعات المواضيع تحلو وتحب لها دي بلاتو سبيسيال محل طرحك للسؤال جميل جدا سي طارق ان شاء الله نعملوا لها هكا بلاتو سبيسيال ونحكي فيه باكثر تفاصيل سينو بعد شويه باش نلقاوك دايوغ في اجتماع طارق فوز مع الموسيقى ورجعنا جوك على 93.3 التسعين الثلاثة دائما لقيت دائما نطلحوا أيضا مواضيع تهمنا الناس الكل في اجتماع طارق. اجتماع طارق اجتماع طارق عرفناها معك انت سي طارق سلمي نجدوا لك التحية مرة أخرى مرحبا عايشك نور اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. دونك اليوم الحقيقة باش نحكيوا على حاجة مهمة برشا. بعد غدوة يكون 12 ماي. بعد غدوة فما معناتها ايفينمون مش باش نقول عليها تو نحكيوا عليها بعد. باش نبدا بشوية سؤالات معناتها. دونك اول سؤال تبارك الله اللي نحن الأسئلة أو ليكيب كامل. ليكم أنتم وحتى ليكيب نتاع الديجيتال والصوم مع الداخلين. دونك أنا باش نسألكم معناتها احنا عندنا كيف ما نقولوا مثلا في الكيمياء عندنا الدكتور أحمد زويل المصري اللي خذا جائزة نوبل. في الفيزياء فما جائزة نوبل. نحب نسألكم في الماتيماتيك معناتها في الرياضيات فما جائزة فكرة فما جائزة نوبل ولا ما فما جائزة نوبل؟ حسب رايك عزيز فما جايز نوبل للرياضيات ام لا؟ هي السؤال واضح فما انت حسب رايك فما جايز نوبل للرياضيات بامنا تقول امنا قالت ما فماش سهيل تصور ما فماش محمد قال فما الاجابه عندك انت سي طارق فما ولا ما فماش؟ دونك هي جايز نوبل للرياضيات كاريمو ما فماش واضح ولكن فما ليكيفالون تاعها اللي هي ميداي فيلدز معناتها فيلدز هي الاكيفالون تاع جائزة نوبل للرياضيات. دونك بما انه المجال ضيق مش نسال برشا اسئله اخرين. دونك جائزة نوبل للرياضيات هذه او هي ليست جائزة نوبل يعني جائزة نوبل ما فماش بالضبط. دونك للرياضيات معادله يعني جائزة فيلد هي معادله تعادلها جائزة نوبل بالضبط. دونك هذه في التاريخ نتاعها الكل اون سول فوا معناها مره واحده خذتها امراه مره واحده خذتها امراه معناتها ديما ياخذوا فيها الرجال. دونك مره واحده خذتها امراه والمراه هذه معناتها ايرانيه الجنسيه ايرانيه. دونك هي مريم ميرزاخاني هي معناتها شو اسمها ايرانيه اللي باش نساله لكم توا حسب رايكم المراه هذه اللي ماخذه الايكيفالون تاع جائزه نوبل فان عمر ماتت هي توفيت هي الله يرحمها وينعم. دونك فان عمر تتصوروها توفيت هو ديما فانا لا مش نقرب لك كيكا. دونك انت تقول تو واحد ماخذ جائزة نوبل في الرياضيات معناتها تصور انت مات عمره 10 12 15 40 قديش ما هو اكيد معناتها هكا ولا تراه انت عطيني قديش 90 قال اللي هو ينجم يكون لوجيك سي طارق هو قال 90 سوايا قديش تتصور انت 30 امنا في 70 واضح هو الأجوبة معقولة هي الأجوبة معقولة ولكن مريم ميرزاخاني توفيت في العمر متاع 40 سنة 40 سنة الله يرحمه وإحنا في تونس باعتبار أنه نقدروا العلوم ونقدروا مع تقيمة الأشياء ذي دونك في تونس فما إيفينمون معناتها على
احياء معناتها للحركه هذه للذكرى هذه العالمه هذه. اذا فما جمعيه النساء للرياضيات في تونس دونك عندهم ايفينمون ومش باش نزيد نطول انا نحكي في الموضوع هذايا باش ناخذوا التليفون معناتها من جمعيه النساء للرياضيات أكيد. وهي باش تكمل تحكينا على ايفينمون باش تعطينا بلوس دو ديتاي دونك معنا نورمالمون على التليفون الدكتوره زغاري دتومي. تفضل اخويا. مرحبا يا دكتوره، مرحبا بك على موجات اذاعه الحياه اف ام. مرحبا وشكرا على الاستضافه وعلى الفرصه اللي عطيتينا باش نقدم النشاط نتاعنا كجمعيه الرياضيه. اكيد هذه واجبنا مدام الوغ كيما كنت تسمع في التقديم الوغ كيما كان يحكي سي طارق فما علاقه ما بين الرياضيات ومرض سرطان الثدي عفوا وعافاكم الله. اي هو تو احنا الحل معناها راهو 12 مايو جوست حبيت نزيد شويه تفاصيل. تفضل. هو راهو معناها اليوم وقر قراره على نطاق العالمي معناها مش خاص في تونس دونك احنا تونس معناها ضمن دول العالم نحاولوا نحتفظ به باش نكونوا معناها حتى خاطر فما حتى سيت اللي هو ينشر الانشطه اللي صارت في العالم احياء من اليوم هذا والتاريخ الاختيار نتاعو هي اليوم الولاده نتاع مريم الزهراني الله يرحم هيك علاش يوم اختيار 12 ماي بالذات. دونك احنا في هذا الاطار الجمعيه نتاعنا بالتعاون مع الخاليه نتاع التنوع الاجتماعي جامعه سوسه نهار 12 ماي ان شاء الله باش نحيو دونك الذكرى هذه دونك تظاهره اللي هي تتمثل في يوم علمي تحسيسي الشعار نتاعها هو الرياضيات في خدمه علم الاوراق. دونك هذا هو اليوم تاعنا دونك دكتوره في اطار التفاعل معك دكتوره معك خوك طارق سلمي دونك عايشك دكتوره دونك انت بما انك من المشرفين على ايفينمون هذيا وبما انك ماتيماتيسيان اون فيت معناتها دونك شنو هي العلاقه ما بين الرياضيات والكونسير ديسا والكونسير معناتها اون جينيرال معناتها فوالا هو احنا العلاقه اللي كونوا حاليا فما مش معناها دونك رياضيين معناها لي ماتيماتيسيان اللي قاعدين عندهم دونك اعمال علميه ومنشورات اللي تنجم نوصفوا الرياضيات مثلا نوصفوها لدراسه نمو الهرم عافية الله الجميع معناها دونك حتى كيما كي نكونوا عندنا دراسه بالنسبه للنمو نجم بالطبيعه تكون الوقايه خير من العلاج معناها نجم في نقول استاذ احنا متقدم نجم نحاولوا دونك معناها نكونوا وقتها نجمنا نوقفوا نوعا ما ولا نجموا نستبقوا بالادويه باش ما يكونش النمو معناها اللي هو لا قدر الله يكون دونك نمو اللي بيكون خطر على الانسان. كيف كيف ثم ابحاث اللي تمكن من تحديد الورم معناها المكان نتاع الورم واللي هي ابحاث تعتمد على الرياضيات معناها اللي الاساس نتاعها رياضيات واحنا في هذا الاطار عندنا معناها عندنا المدخلين اللي باش يكونوا هما اساتذه جامعيين ودكاتره في الرياضيات وكل واحد منهم المداخله نتاعو باش تكون الموضوع نتاعها معناها البحث العلمي اللي عمله واللي هو يمكن من دراسه التطور ولا نمو الاورام والا اكتشاف الاورام عن طريق بطبيعه معادلات تفاضليه اللي هي بطبيعه جايه من الرياضيات. هو اون فيت احنا اذاعه الحياه للصحه يعني حتى احنا يهمنا الامر هذايا وفي نفس الوقت احنا معناتها الناس سواء كان من المشرفين او من الناس اللي يخدموا في الاذاعه معناها عندنا لي ماتيماتيسيان وعندنا لي ميديسان وللاسف معناها احنا ليفينمون سمعنا بها متاخرين شويه سينورا وكلنا معناها نجموا معناتها نشاركوا في ليفينمون هذيا. دونك مدام مريم مرزخاني توفيت الاج دو 40 عام معناتها 40 سنه. الحقيقة أنا كي شفت الدات دو نيسونس نتاعها حتى مام أصغر مني أنا معناتها أصغر مني بعامين هي. فهمتي؟ معناها هي خذات البري هذايا اسكو هو البري نوبل؟ اسكو هو جائزة نوبل أو هو ليكيفالون؟ خاطر حد علمي أنا جائزة نوبل في الرياضيات ما فماش. فوالا هو رياض بالنسبة للرياضيات ما فماش جائزة نوبل أما الميداي فيتس هي معناها في التعادل ولا توافق بالنسبه لنا اللي ياخذ ميداي في الرياضيات هو عباره كانه هو نوبل نتاع الرياضيات معناها ما هو نوبل في الرياضيات ماهوش موجود وبالنسبه مثلا هي لحد الان المراه الوحيده اللي تحصلت على الميداي فيلدز
على 55 راجل راهو معناها هي الجائزة هذه راهي تصير كل 4 سنين يقع إسنادها. وتوا يعني لحد الآن من تاريخ أحداثها اللي هو 1936 لحد يومنا هذا الوحيدة المرأة اللي تحصلت عليها هي مريم مرزخاني الله يرحمها. وكما قلت لك على 55 راجل معناها بالضبط يعني فينوم الحقيقة يستحق معناها الذكر ويستحق الاحتفال به. الله يرحم مريم ويعني باحثة وعالمة في مجال الرياضيات. ويعطيك صحة مدام زغاليد التومي اللي دخلت معنا وبرتجيت معنا هالفينمون الحلوة هذه اللي إن شاء الله تتكرر ودائما هكا تدخلوا معنا على إذاعة الحياة. فمشكورة جدا مرة أخرى على دخولك معنا سي طارق. هذه كان المداخله الوغ بالعلاقه رينا العلاقه ما بين غيالمون الرياضيات ومرض السرطان اون جينيرال. وغيالمون هو راهو كي نجيو نشوفوا الرياضيات عندها علاقه بكل شيء يعني مربوطه بكل شيء في العالم. يعطيك الصحه مره اخرى سي طارق على الموضوع الجميل جدا اللي طرحته. هذه كانت اجتماع طارق. اجتماع طارق كاملين معنا ودائما على نفس الموجات. نشوفوا الطقس شنحوالو يا جماعه. يظهر لي مازالت امطار هكا خفيفه في القيروان وتوا درجه الحراره 17 درجه. هذايا باش نعطيكم يقول لك علاش سماوه ماي 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 بالانجلي يعني يمكن ماي يعني ماي لكن صحيت يمكن تمطر يمكن تكون بالانجلي اي بالانجلي ماي ات ماي معناها تنجم تمطر تنجم تكون شمس انا غيرك علاش ماي سينو ان شاء الله ربي يرحمنا بهالمطره المباركه هذه المطره الباهيه خاطر نعرفوا احنا السخانه اللي عندنا في القروان. ان شاء الله ربي يستر ويسترنا الناس الكل. بعد شويه باش نتلاقاو معك انت حمزه بالشيخ وحكايه جميله جدا من اصل تاريخنا التونسي. يلا مازال مكملين معكم. مرحبا بالناس الكل مع عبد المجعل. جوك على 93.3 37 دقيقة بعد الخمسة. مرحبا بالناس الكل مع عبد المجعل لينا مازلتو برونشي على الحياة فام. هذه جوك على 93.3 مكملة معكم توت سويت. هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك. مرحبا حمزة بشيخ مرة أخرى وأكيد عندك برشا حاجات باش تفيدنا بيهم. دائما محلى التيم اللي اخترته للجمعة هذه اللي هي الحضارة التونسية وما أدراك ما الحضارة التونسية والحضارة القديمة والعريقة. أنا اخترت قلت في زينك يا للا البيا قعد فكري مشغول. قعد فكري مشغول كيما برشا توينسا قعد بالهم مشغول وعقلهم مشغول ويتسائلوا ويقولوا كل حاجة زعما شنية أصلها شنية مفصلها زعما كل حاجة عندها حكاية زعما كل حاجة عندها رواية. نقول لكم إيه نعم راهو كل تاريخ في هالبلاد العزيزة راهو عنده أثر وعنده أثر بنين وعنده تاريخ وعنده أصالة وعنده حداثة وعريقة صح. وكل حاجة راهي عندها تاريخ وأصل ومفصل وخليت بصمة. أما نتصور راهي كل حاجة كما قلت قبيلة بحكايتها. كل معلم وكل معبد كل جامع كل حيط كل سور مربوط بتاريخ وحكاية. هذاك علاش نور السادة اللي يسمعوا فينا الكل اليوم باش نهزكم معايا باش نعمل بيكم دورة صغرونة في جربة وتحديدا جنوب غرب حكومة السوق اللي هي عاصمة جربة اللي تبعد على المعبد اللي باش نحكي لكم عليه عدة كيلومترات كيما سموه قبل الحارة الصغيرة. وفي الوقت الحالي يقولوا له الرياض ولا معبد الغريبة ولا كنيسة الغريبة. معبد الغريبة يعتبر الأكبر والأقدم في القارة الأفريقية. المعبد هذا عنده مكانة خاصة عند اليهود كل عام في شهر ماي نهار 33 من التقويم الفصح لليهود يعملوا برشة طقوس وشعائر تقعد نهارين. وتوا باش نكتشفوا شنو هو السبب اللي خلى المعبد يتسمى بمعبد الغريبة. وهذا علاش نحن اليوم باش نحكيوا على الغريبة باش نحكيوا على الاسم هذاك علاش تسمى وشنية الحكاية اللي وراه. تقول الأسطورة اليهودية اللي يتنقلوها أجيال وراء أجيال سواء في جربة ولا عند اليهود الكل اللي في العالم
يقولوا في قديم الزمان جت الجزيرة جربة طفلة غامضة اللي هي بنت أحد رجال الدين اليهود. جت هالبنية في ظروف غامضة واستقرت في الجزيرة وكانت تعيش في عزلة، وكانوا جميع السكان في هيك الوقت محتارين في أمرها، كانوا ديما يقولوا زعم شكوني هالبنية الغريبة، شكون يعرف قصة هالبنية الغريبة، وكانوا ما يقربوش منها. أما هالبنية كانت تعيش في كوخ وحدها. في ليلة من الليالي تفاجأ سكان الجزيرة بدخان طالع من كوخك البنية، والنار شعلت الكوخ الكل. جاء الصباح مشاو يتفقدوا في البنية، القاو الكوخ الكل ولا رماد، والبنية يلقوها ميتة. أما اندهشوا كي لقاو وجه البنية لبس عليه ما مستوش حتى تشاشة متاع نار، هذا حسب ما ترويه الأسطورة. أما سكان الجزيرة كي راو هك المشهد العجيب قالوا هالبنية ما تطلع كان قديسة، وقروا يا جماعة يبنيوا لها معبد في بلاصة الكوخ بالتحديد، وسموه معبد البنية الغريبة. ومن وقتها التوى جميع السكان من أصحاب الديانة اليهودية يمشيوا يتعبدوا في هاك المعبد، ومع مرور الزمان لحد هاليوم مازال يتسمى معبد الغريبة نسبة لهيك البنية الغريبة اللي ما يعرفوش اسمها لحتى توى. وتبقى يعني لحد الآن كما قلت أنت حمزة يعني موجود ويحجروا كل عام. كل عام ثم تقويم الفصح اللي يحتفلوا به اليهود اللي هو 33 معناها في الأيامات بتاعهم اللي هو في شهر ماي، يقعد نهارين الاحتفال هذا، يحجوا ويجيوا من كامل أصقاع العالم. صحيح. وان توت سيكوريتي يعني كل شيء. في كنف الاحترام. ديجا كورينا تصور هكا شنو المعبد وين بالضبط، وشنو معناها كيفاش يلقى قاو الراحه التامه وكل شيء، وهذا معناها ما يغيبش علينا كتوانسه وكل شيء. يعني احنا تونس المعروف علينا اللي احنا بلد التسامح الديني، البلد اللي فيه يعني الديانات الكل غير ما يعني زيد برشا حضارات زيد مرت علينا، يعني ماهوش غريب علينا. حتى يقول ان جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا بالضبط، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. هنا يوفى الحديث معناه ما فماش جزيرة جربة درس في تقبل الاخر وفي السلم. صح. معناتها تبين كونه اختلاف الدين لا يفسد القضايا. ثبت اكيد معناها ومحليهم كي يبداو يحكيو هكا على صورتهم وعلى عيشتهم. رانا باش ما نخرجوش من الاطار نحكيو على يهود توانسه. نحكيو على يهود توانسه معناها كيفنا، معناها راهم هما معناها جنسيتهم كيما جنسيتنا ودمهم راه ودمهم تونسي. صح. معناها لا داعي لكل الحاجات الاخرى. لا هذه احنا المعروف علينا، احنا يظهر لي حتى الكنيسه اللي موجوده في تونس ولا في سوسه كما قلت انت المعبد اللي موجود في القروان. في القروان عندنا جامع اليهود يعطيك الصحه، وجربنا زاد السيميتير عندنا جامع التوا مازال موجود وبالحق، وعلاش لا علاش ما يتلهوش به كما نقولوا بيولي معلم معناه أثري لعبيد الجيل. ومعلم أثري. أي معناه يولي هو معناه يولي نقصد. أما متروك. متروك. صح. يعني علاش كل منظر كيك الخايب، أما لكن زينة فيه مزينة برشا. صحيح صح. هذه من شيم و التوينسة معناها التلقح الحضارات ويعني احترام خاصة الأديان وحاجة تفرح اللي يعني التوينس الكل يتعايشوا مع بعضهم مهما كان الديانة. بالعكس معناها والله مازلت كي غيسامون تفرح على دوكيومنتير على يعني الاخوان اليهود اللي في جربة كيفاش يتعايشوا مع المسلمين في 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 جربة، وكيفاش يحترموا يعني طقوس بعضهم، خاطر نعرفوا اليهود عندهم شبات نهار السبت اكزاكتومون عندهم طقوس معينه، وساعات يعني المسلمين في بالك يقولوا من معناها الذبيحه نتاع اليهودي راهي محله للمسلم، يقولوا لي معناها راهو اليهودي معناها نفس الطريقه بحر ويسمي بسم الله معناه. صح. نفس الطريقة ونفس المعتقد معناه في الحاجة هذيك، معناه عندنا برشا حاجات يشبهوا لبعضهم. صحيح. ويقولوا يعني هم ابناء عم المسلمين معناه. بالضبط. هي الديانة يعني اليهودية بخيتو ديانة يعني سماوية معناها، والكلنا يعني نمنو بإله واحد، وتونس خير مثال في التعايش السلمي للديانات. يعطيك الصحة حمزة على هالموضوع الهيل وعلى المعلم الجميل اللي حكيت لنا عليه اليوم في كلمة واحدة. يا هيتش عندك؟ هيتش عندك؟
بجدو في هيت إش عندك دائما نمتوكم بالحكايات وأصل الحكاية سينام بعد شوية بشوفوا الزملاء وين وصلوا وين مشي صلاح شنو باش يسأل اليوم تجبوا تربحوا معنا برشا كادوات من إهداء لفريقي جاسم سينام بوز مع الموزيكا ورجعنا جوك على 93.3 كملينا معكم بالكيب اللي في نقطة خارجية معنا صلاح والزملاء الكل. صلاح تسمع فينا؟ أيوة يا نور مساء الخير. مرحبا. مساء الكل عليك. أي حالك؟ حياتي في مطل الدولة البرة الطقس ما شاء الله طقس ممطر شتوي جميل جدا. احنا دلوقتي بكلمك وانا في حومة الجامع الكبير معايا شاكر اهو ما شاء الله. أكنتي أعطيتنا على القليلة ركاب على الطقس ومعاك شكون معاك في وفينا بالكيب صلاح عندك بلال الدريدي عك أونس ومعك شاكر أونس وبلال وشاكر ماشيين هو نشوف أي حد من على الطريق نشوف أي حد هو واقف كده عند الناس دي احنا عند المسبح البلدي سلام عليكم احنا هنا أكيد مساء الكل عليك فاضي ولا مش فاضي؟ طب فانت انا مش فاضي بقى مصري يا مساء الفل عليك اخبارك قرب كده كل سنه وانت طيب يا غالي كل سنه وانت طيب عم تعمل ايه في المطر ايه اللي منزلك انا عايز افهم مش انا وحبيبتي بصراحه يا باشا ربنا يخليها لك معاك ساعه الحياه جايين كده عايزين نخطفك كده ونسالك سؤال كده اخطف من وين؟ اخدك معايا مصر اكلك فطور مشلتت وارجعك تاني ما عرفنا حتى هو الخطفه كيفاش عاده في تونس ايش معناها يا صلاح بتقولي ايه؟ على الخطفه ما سالت عليها ديجا لا ما هو اكيد ما انا عرفت معناها بقى خلاص كده طالما قلت هخطفك يبقى انا كده فهمت معناها اه فوالا بيه الراجل اساسا شكله صعيدي اصلا بيك يا اخويا وبيك سالم الغابين اهلا بيك يا سالم انا جاي واقع في عرضك علشان تنقذني من حاجه مرحبا ماشي بس علي صوتك كده بقى مرحبا انا في بعض الكلمات في تونس انا لما بقعد افكر فيها ما بلاقيهاش حل يعني عندكم القاموس ما شاء الله عليه حاجات غريبه جدا كيما اقعد اقعد واقف الحاجات الغريبه دي اللي انت بتبقى تحس ان انت عامل كيف رباني كده من عند ربنا انا مش تفهمها في كلمه كده تونسيه اسمها بره بره عادي وكان غلطت وين المشكله لا انت كده هتدخلني في دوامه بقى انا مش قدك يا عم واحده واحده عليا يعني مثلا لما اكون انا بتكلم معاك في اوقات كده ابقى متضايق اقول لك ايه بره بره او بره اختاني بره بعدني اقول مثلا وانا بتكلم كده بره تيت ما انا هسالك فيهم كلهم يعني ايه بره بره وانا متضايق وممكن اكون بتكلم معاك اقول لك ايه بره 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 وانا بهز راسي كده ايوه يعني ايه بقى بره بره وانا متغشش وانا زعلان معناها ايه بره بعدني اختاني ولما بكون بتكلم معاك في موضوع مثلا وفجاه تلاقيني وقفت كده واقعد اقول لك ايه بره 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 بابا باني فهمت انت فهمتني وعارف انا بتكلم ايه فهمتك شو حابب تقول وش حابب ايش تقصد معناها ولما بقول لك بره عاد بره عاد شنو المشكل معناها وين لا ما هو انت فهمني انا مش فاهم بره عاد معناها ما فهميش مشكل وين المشكل فما حتى مشكل طب بره زمر بره زمر هذه بره بان بره ايه؟ ابعدني ما حاشيش بيك معناها ما نحبكش تقف معايا ما نحبكش تكلمني ما نحبكش تحاول وبره بركه بره بركه ما يصيرش معناها ما فيها حتى مشكل انت بتشرح لي تونسي بتونسي انا عاوز افهم انا عاوز افهم يا عم الحاج يا عم انا عاوز افهم يا صلاح ما قالكش بره هذيك كل بره كي تبدا بره معناها راني تفكرت هذيك ايوه فهمتك انت بره راني تفكرت وبره كيكه بره كيكه مين معناها عادي مش ما فيش مشكله بقول لك ايه انا عاوزك واحده واحده تقول انواع البرات الكل عشان اجي تجيب لي من الاخر بقى برات برات فيهم ثلاث انواع ايوه قول لي بقى بالصلصه وبالصوص بره عادي بره بعدي تمام ما تكلم يعني ما تكلمنيش انا زعلان منك مثلا تمام وبره وين المشكل ما فما حتى مشكل معناها تمام وبره الاخر شنو اللي قلت عليها فكرت راني تفكرت حاجه يعني مثلا واحده انا زعلان متغشش منك ابعد عني وواحده لما بكون بتكلم معاك في موضوع تقول لي انا افتكرت او اتذكرت تمام وبره كيكه بره كيكه يعني ايه؟ لما بكون بتكلم معاك بتكلم معاك في موضوع تقول لي ايه خليها تيجي زي ما تيجي زي ما بنقول تيجي ما تيجي يا اخي اللهجه بتاعتكم لهجه غريبه يا اخي انتوا سحرينها ولا عاملين فيها ايه؟
كل بلاده وشنو لهجتها يا عم اللهجه التونسيه على راسنا واحنا بنتعلم منها ولسه يا ريت قبلك مره ثانيه في مصر صنع كلمات صعيبه لا بعد كده بقى انا اقول لك المصري والصعيدي والدمياطي والاسواني وكل حاجه اقول لك كل حاجه زي ما انت عاوز يا اخويا تشرفتنا لا يا نور المسيو هكا يعطيه الصحه ساعه وسع هكا باله وفسر لك مليح مليح اكيد يسحق كادو مزيان هكا اكيد والله احنا معانا كادو باهي كده او هديه باهيه من اهداء من الفريقي شكرا هديه الفريقي جي سيم هكا تلقى الرشو هنا انت ما يا عم بره اختاني بقى حبيبي ما نختكش ما دام على الحياه فين ما نختكش يا حبيبي مرحبا على كلهم في الحياه ام في جوك على 90 وانت شرفتنا انت والقمر دي بره هدي بوسه بقى يعطيك صحه صلاح اشكر جدا على المداخله ويعطيك الصحه اللي دخل معنا صلاح قبل ما نخليك اعطينا هكا الجو على الطقس نزور لي كان الصوره قعدت نشوفوا بها اما على الاقل نطمن على الطقس جميل وجميل جدا البره خاصه الناس اللي يحبوا المطره الوغ شكر كبير ساعه الفريق جي اس ام اللي دائما مامن لنا لي كادو اللي توصلكم من عنا بيان سور تنجموا تلقاو كادو مزيان كيما تليفون سمارت واتش لي تابليت او فابليت هذه كل من اهداء الفريق جي اس ام وهكا نكون وصلنا معاكم لنهايه حلقتنا لليوم شكر كبير لكيب تكنيك اللي كانت معانا لليوم زميلتنا امنا بوخيت زميلنا ايمن ليغا زميلنا سهيل في الديجيتال كل الزملاء اللي ساهموا في انجاح حصتنا في كوتي التقني ايضا شكر كبير لك انت حمزه بالشيخ يعطيك الصحه شكر كبير لك انت عزيز مشكور زميلنا صلاح ايضا سيدرق السلمي زميلتنا اون زميلنا بلال الدريدي زميلنا شاكر و كنت معكم نور بيجي من قدام الميكرو خليكم بعد شويه مع موجز الانباء يقدموا زملائنا من قسم الاخبار ان شاء الله غدوه نتلاقاو معكم في نفس التوقيت ما بقى لي كمش نقول لكم تصبحوا على الخير جوك على 93 وتحفل العشويه 1 2 3 4 من الاثنين للخميس من الاربعاء للستة تلقى جوك على 93 وحفل العشويه بالموسيقى والثقافه والربح مع نور ولي كرونيكور في جوك على 93 على الحياه الثانيه حفالي وجونا عالي